بتمنى ارجع بلدنا الحمد لله، وعيشتنا وعطرابنا واهلنا شعبنا. من حيره من حارم، وبعدين صرنا بحلب، وهلا هون بتركيا كلي. ايه هيك عايشين يعني الحمد لله. الوضع اللي 10 سنين، والوضع هون الحمد لله. بس انا بريد اروح ارجع بلادي هونيك، يعني البلد الواحد غير بلد لهذا. بس نتامل من الله نكون ببلادنا، والله يفرجها حواجب حواجب، والله استوينا والله.